يستمر مسؤولو النظام التركي في إطلاق التصريحات المستفزة والكاذبة ونشر المعلومات التاريخية المزيفة والمغلوطة، مما أدى إلى موجة من الاستنكار والغضب في العديد من الدول العربية والمتوسطية والأوروبية. آخر هذه الأكاذيب التركية ما قاله المتحدث باسم أردوغان، حيث شكك في أصول اليونانيين وعلاقتهم بالإغريق القدماء. وبحسب صحيفة Greek City Times اليونانية، طالب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين بالتأكد من خلال الفحوص الوراثية فيما إذا كان لليونانيين اليوم علاقة مع اليونانيين الإغريق القدماء، متسائلا أيضا عن مدى علاقة أبناء اليونان اليوم بالفلاسفة أفلاطون وسقراط وأرسطو وغيرهم من المفكرين اليونانيين. الرد جاء من وزير التنمية والاستثمار اليوناني دونيس جورجياديس، حيث رد على بيان كالين ووصفه بالسخيف، معتبرا أن اليونانيين اليوم هم استمرار لليونانيين الإغريق القدماء، وأنهم يدافعون عن تاريخهم الحضاري العريق وعن فلسفتهم وأفكارهم وهندستهم المعمارية وغيرها من العلوم اليونانية الكثيرة، مضيفا أن الأتراك جاءوا إلى الأناضول في وقت لاحق ولم يكونوا يعيشون فيها وأنهم أصيبوا بجنون العظمة. صحيفة Greek City Times اليونانية قالت في مقال حول هذا الموضوع أن التصريحات التركية الرسمية تثبت أن تركيا دولة لا تهتم بالعلم، والدليل على ذلك أنها تمتلك ثاني أدنى معدل ذكاء في القارة الأوروبية ومحيطها وفقا لمعهد أولستر للبحوث الاجتماعية. تصريحات النظام التركي المعادية لدول الجوار العربية والمتوسطية والأوروبية تضيق من دائرة الحصار والعداء التي يشهدها النظام التركي تحت قيادة رجب أردوغان ونظامه، حيث يحاول تزوير التاريخ وتشويه حضارات الأمم الأعرق والأقدم من الأتراك تاريخا وحضارة.